بحضور محافظ حلب حسين ديابو أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار، أقامت محافظة حلب مأدبة أفطار لعمال مؤسسة المياه وشركة الكهرباء وشركة الصرف الصحي، وذلك تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل. والله منقول ينعاد على كل الناس بالخير والبركة، ونتمنى ترجع البلد مثل أول وأحسن. الحمد لله الله فرج عنا، والإصابات مسلحة لحرنا، وإن شاء الله الأمور لأحسن، وإن شاء الله بكرة أحلى إن شاء الله. الله هيك من أحسن لأحسن بانتصارات جيشنا العربي السوري. كل عام وأنتم بخير، بلدنا وشعبنا وقائدنا وجيشنا العربي، إن شاء الله الكل بخير يا رب، وإن شاء الله الفرج القريب. هيئة الفرحة أنه أول رمضان بيعدي علينا هيك بحرية هيك وبرياحة نفسية كويسة يعني، وسلامنا لجيشنا الفدة اللي وصلنا لهالنقطة هاي. الحمد لله ما في أحلى من هيك، يعني رمضان القديم عن رمضان هذا اختلف كتير كتير. المحافظ أثنى على كافة العمال الذين يواصلون بذل الجهود للتغلب على المصاعب وتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن كل عامل مخلص في عمله ويؤدي واجبه بكل تفان وأخلاص يستحق منا جميعا كل احترام وتقدير وتكريم.